اطالب من كادة الثورة والمجلس العسكري باستقالة السيد الكوسي وزير الاوقاف، لانه عاوز يرجع امن الدولة المساجد، عاوز يحرجهم على المساجد اللي هم جماعة السلفيين اللي هو بيقول عليهم انهم بخربوا البلد. بالعكس، يبقى في واحد مسلم عاوز يرجع امن الدولة تاني ويكون من مين الكلام ده؟ ويكون من وزير الاوقاف الكوسي. ضباط امن الدولة. نعم نعم، عاوز يحرك ضباط امن الدولة على لعودتهم مرة أخرى للمساجد للقبض على الدعاة، وتيجي من وزير الأوقاف، يعني ما جاتش من أي حد غيره، وطالب باستقالته من مجلس العسكري. زكريا عبد الرضا عطية. نعم زكريا. أنا جاي هنا متضامن مع إخواتنا الإعلاميين اللي هم بينادوا بتطهير الإعلام. فأنا بطالب كل زملائهم الأحرار اللي بيحبوا البلد دي إن يعملوا على تطهير الإعلام وإلغاء الإعلام الموجه والاتجاه للإعلام الحر اللي هو بيخدم مصر والمواطنين. وكفاية فساد وكفاية انحياز ورا الفساد، نرجو إعلام حر مش إعلام موجه، واستقالة وزير الإعلام فوراً، وكذلك مقاطعة الإعلاميين أصلا لصندوق الزمالة اللي هو تبع النقابة، لأن النقابة ساهمت فعلا في الإفساد الإعلامي، ويجب إن برضه يبقى يكون النقابة لها دور فعال، وما يبقاش التغيير جاي من الإعلام لوحده، لا، لابد إن النقابة تعمل على التغيير. نرجو تطهير الإعلام والانضمام مع الإخوة الإعلاميين لزملائهم اللي بينادوا بإعلام حر لمصر. وشكرا. شكرا شكرا.